انتبري. طول كرم في دوار الشهيد ثابت ودوار جمال عبد الناصر اقمنا فعالية مع باركور فرعون. هذا الباركور هذول اطفال عمرهم يعني تتراوح 13 سنة فقط. طبعا هم ابدعوا خلال تدريباتهم، في مدربهم اسمه محمد فوزي عنده خبرة ممتازة جدا في التدريب على الباركور والشكلبات والجمباز. احنا حبينا اليوم نتوجه في لجان العام الاجتماعي على اساس نضوي على هاي الفرقة وهذول الاطفال اللي هم ابنائنا من محافظة طول كرم، من فرعون ومن طول كرم. هذول الاطفال ليس لهم اي داعم بصراحة، جهود ذاتية من هنا ومن هناك، ويستحقهم الدعم والحضانة ثم تخريجهم إلى حيز النفوذ. أنا بتوقع لو في بلد آخر موجودين بلد أوروبي راح يستوعب هدول الأطفال ويعملهم نادي لحالهم ويدعمهم ويقوم بمباشرة بالاعتراف في هالأطفال كجزء مهم من الحركة الرياضية الفلسطينية. كأطفال ناشئين بدل ما أنهم يتوجهوا على أماكن اللي فيها إساءة، لا بتوجهوا على أماكن اللي فيها لياقة ورياضة. وبالتالي احنا في لجان المجتمع حضننا هذه الفرقة وراح نبدأ معهم ان شاء الله من اجل التعريف عنهم من خلال البروشور، من خلال زيارتنا لعدد من المؤسسات والمحافظة، ونفعل هذا الدور الاجتماعي الرائع. هذول الاطفال بحاجة لاهتمام.